هنعمل دلوقتي البرجر الصيامي. طبعا البرجر الصيامي ما فيهوش ولا لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه، بس هو فيه بروتين. نعتبر الفول الصويا هنعتبره نوع من انواع البروتينات اللي احنا ممكن نستخدمها. والفول الصويا على قد ما هو مفيد على قد ما هو مضر، فاحنا لما نستخدمه ما نستخدمش منه كتير، هو يا دوبك حبه صغيرين على قد ما جسمنا محتاجه. طب هنعمل البرجر الصيامي ازاي؟ بصوا، هو في كذا طريقه للبرجر الصيامي، في كذا خضار ممكن يتحط. دي الطريقه اللي انا هعملها بيها النهارده. الاساس اللي فيها فول صويا، خلاص. فاحنا هنا معانا فول صويا، معانا كمان بطاطس مسلوقه، معانا بقسماط. البهارات بقى اللي احنا ممكن نحطها بصل وتوم بودره، بابريكا، بهارات مشكله. عايزين كمان مكعبات من مرقة الخضار، معانا بصل مبشور. هنا طالما في جزر اتبقى وتوم ممكن ازود كمان جزر وتوم. طيب الفول الصويا ده انا نقعاه في مية سخنة جدا مغلية مع مكعبات خضار عشان يمسك فيه طعم الفليفر كده يبقى حلو. هنجيب الكبة بتاعتنا وهنحط فيها الفول الصويا اهو. هنعمل العجينة لحد ما احس انها بقت عجينة ان انا ينفع اشكلها. خلاص اهو، هضربه ضربة كده الاول لوحده. نجيب بولة كده نلخبط فيها المكونات عشان ايه نعرف نلخبطها تاني مع بعض. البس كده ايه جلافز عشان ايه عايزه استخدم ايدي. نحط كده، احنا لخبطت المكونات مع بعض، احطها كده. خلي بالنا ما نزودش البهارات قوي عشان برضو الاطفال اللي تاكل ما نحسهمش ان هما بياكلوا حاجه بهارات، والبهارات كمان بحس انها بتضيع طعم الحاجه. خلاص طيب هلخبطهم دول مع بعض اهو. بصوا هو ده القوام اللي انا عايزاه. وهنحط معلقه من يعني تقريبا معلقتين بقسماط، ونزود بقى البهارات اللي احنا عايزينها، بودرة ثوم، بودرة بصل، بابريكا. بهارات دي على حسب ما انتوا ما بتحبوا، ماشي؟ بهارات مشكلة او السبع بهارات. نعمل كده، احط بس ايه فين الزيت اهو تاني بس، واحط ورقه زبده وابتدي بس افرد عشان عايزه كله يبقى نفس السمك. افرده ايه فرده بس كده ايه، واقطع. طبعا زي ما قلت هي كل ما تبقى جامده كل ما هتدينا نتيجه احلى، بس احنا عشان بس عايزه اوريكم كل حاجه، بس احنا في البيت نريحها ساعه وبعد كده نعملها وبعد كده نقطعها وبعد كده نريحها ساعه تانية في التلاجة بعد كده نبتدي نسويها. هوريكم كمان الحاجات اللي انا مريحاها في التلاجة، طبعا عامله نسخه ده في طبعا بهارات زياده شويه. كل اللي انا هعمله ده ساقع والزيت طبعا سخن جدا هحطه هنا. طيب اللي مش عايز يحط في زيت وعايز يحطه في الفرن ينفع، هنحطه على ورقه زبده في صينيه وندهنه، بس يا دوبك ندهن الصينيه بنقطتين من الزيت ونحطه في فرن سخن ونقلبه الناحيه الثانيه، لان هو مش هيحتاج اصلا وقت اهو. شكله جميل جدا صراحه يعني.